مرحبا، أنا اسمي وئام غزال. أهلا وسهلا فيكم بتدريب التغذية وعلاقتها بالأمراض المعوية، أحد تدريبات تغذية تحت عنوان تغذية خلال الأمراض، واللي تم إعداده من قبل أخصائي التغذية في منظمة والت هونجر هيلف الألماني. بهالفيديو رح نتوصل لإجابات الأسئلة التالية: ما هي أسباب الإسهال والإمساك؟ وكيف لازم تكون التغذية في حال تعرض لهالأمراض؟ عملية هضم الطعام تبدأ بإفراز اللعاب والمضغ في الفم، تستمر في البلعوم ثم المريء في المعدة والأمعاء، وبعدها بتنتهي بالتبرز عند فتحة الشرج. الأمعاء هي أعضاء بتقوم بعملية الهضم والامتصاص بعد المعدة في عملية الهضم، وبتتكون من 3 أجزاء: الاثنى عشر، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة. تحدث مشاكل الهضم والامتصاص في حال اضطراب وظيفة الأمعاء. أكثر أمراض الأمعاء شيوعاً هي الإسهال والإمساك. كما هو معروف من قبل الجميع، فإن الإسهال هو براز مائي، أي أن يكون قوام البراز رخواً جداً. مع ذلك، حتى لو كان البراز قوام طبيعي، فإن التعوض لأكثر من 3 مرات في اليوم بعد مؤشر على الإسهال. ومن العوامل اللي بتسبب الإسهال بعض أمراض الجهاز الهضمي: الحساسية تجاه الطعام، الإفراط في تناول الخضار الطازجة، الالتهابات اللي بتسببها الفيروسات، البكتيريا أو الطفيليات، أسباب نفسية، واستخدام المضادات الحيوية. بالرغم من أنه الإسهال ما بيظهر كمرض خطير، لكن إذا ما تميت معالجته فممكن يؤدي له فقدان الماء والمعادن في الجسم، فبالتالي بتصير الأعضاء غير قادرة على أداء وظائفها، فقدان الجلد مرونته نتيجة فقدان الماء من الجسم، خسارة الوزن، الإرهاق، انخفاض مقدار الدم وفقر الدم، وارتفاع تركيز السموم الموجودة في الدم. عند تطبيق العلاج الغذائي على الأفراد المصابين بالإسهال، يجب تعويض الجسم على ما فقده من الماء والمعادن، وتقليل استهلاك الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف اللي بتزيد من حركة الأمعاء، مثل الخبز الأسمر، المشمش، الخوخ المجفف، الخضار الطازجة، المكسرات، والبقوليات المجففة. ولازم زيادة استهلاك الأطعمة اللي بتحافظ على الماء في الأمعاء، مثل الموز، الخبز الأبيض، الأرز، البطاطا المسلوقة، التفاح المقشر، المعجنات المالحة، واللبن. الإمساك هو التغوط بصعوبة بقدر أقل من 3 مرات في الأسبوع، حيث أن قوام البراز بيكون صلباً وجافاً. من أسباب الإمساك بعض أمراض الجهاز الهضمي: كمية الألياف والسوائل غير الكافية في الجسم، نقص النشاط الجسدي، الحمل، التقدم في السن، بعض الأدوية، والأسباب النفسية. إذا ما تم معالجة الإمساك فرح يؤدي لحدوث انتفاخ وآلام في البطن، صداع، الغضب، عسر الهضم، كما أنه بيسبب مشاكل أخرى مثل رائحة الفم اللي بإمكانها أنه تجعل الحياة اليومية صعبة. هدف العلاج الغذائي للإمساك هو تحفيز حركة الأمعاء. لهالسبب يجب زيادة استهلاك الماء واستهلاك الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف، على سبيل المثال الخبز الأسمر، المشمش، الخوخ المجفف، الخضار والفواكه الطازجة، المكسرات، والبقوليات المجففة، وتقليل استهلاك الأطعمة اللي بتحافظ على الماء في الأمعاء، مثل الموز، الخبز الأبيض، الأرز، والبطاطا المسلوقة، بالإضافة لزيادة النشاط البدني. لازم تكون التغذية في حالات الإسهال والإمساك بشكل عام في إطار هالقواعد. وشكراً على المشاهدة.